مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل نجدد لكم التحية، وها هي انطلاقة جديدة من انطلاقات التحدي، من انطلاقات الإثارة، من انطلاقات هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى الذي ينطلق ليومه الأول على أرضية هذا الميدان في هذه الانطلاقات الصباحية الجميلة، شوطنا 22 من تمت انطلاقته بعون من الله تعالى وتوفيقه. هذا الشوط الخاص هنا أيضا بالحجائج القعدان لأبناء القبائل ضمن الأشواط العامة على أرضية هذا الميدان. نهني السيد غدير بن خميس القديلي على فوز شواهين بشوطه الماضي، تهانينا له والناموس على هذا الفوز. نتابع الصدارة، نتابع المقدمة، هنا طايش العبد العزيز بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري من يأتي على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني، المركز الثاني ومن الجانب الآخر في هذا الانطلاق المميز الجميل، التواجد هنا ايضا من بداع محمد بن ضعيف بن حمد بن غدير لقتبي، ولكن ارى التسللات هنا شاهين راشد بن سليمان بن حمد الشامسي بهذا الانطلاق المميز الجميل، وارى تسلل جميل هنا من شاهين حمد بن محمد بن سالم الفهيدة المري ايضا بدوره يتسلل بهذا الاداء المميز الباسل من الجانب الاخر، ولكن ارى صغان عبد الله بن علي بن محمد البريدي الهاجري، ومن الجانب الاخر الباسل فهيد بن حمد بن صالح الفهيده المري على المركز الثالث، وفي المركز الرابع هنا ياتي شاهين راشد بن سليمان بن حمد الشامسي، وفي المركز الخامس الراهي ياتينا هنا احمد بن محمد بن سهيل بن راعي العامري من ينطلق على خامس المراكز. هذه هي نتائجنا للمراكز الخمسه الاولى، وخمس المراكز الاولى ما خلفهن هناك ايضا اسامي، هناك شعارات تتواجد بهذا الاداء المميز الجميل. نعود الى شاهين من غير على صدره على المقدمه وعلى المركز الاول، حمد بن محمد بن سالم الفهيده المري من انطلق على صداره على المقدمه على المركز الاول. المركز الثاني صغان عبد الله بن علي بن محمد البريدي الهاجري، وهناك راهي احمد بن محمد بن سهيل بن راعي العامري من ينطلق ثالثا، وفي المركز الرابع الباسل فهيد بن حمد بن صالح الفهيدة المري من يأتينا على المركز هذه اللحظات الرابع، وفي المركز الخامس الوسمي محمد بن عبد الله بالطير العامري من ينطلق في هذه اللحظات على خامس مراكزنا. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى، ولكن هنا راهي من غير على الصدارة، غير على المقدمة على المركز الأول أحمد بن محمد بن سهيل بن راعي العامري من انطلق. هنا إذن حاضرين يا راعي العوية، حاضرين مسجل بالراعي فقط، العوية ما يبوها، هنا تهاني هذوها على الصدارة على المقدمة، الراهي راهي أحمد بن محمد بن سهيل بالراعي العوية العامري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني شاهين حمد بن محمد بن سالم الفهيدة المري، ووصل هنا القادم هنا الوسمي محمد بن عبد الله بالطير العامري مع الوسمي على المركز الثالث. المركز الرابع جهه هنا جهام المنطلق، جهام فهد بن طالب بن فيصل الفهيده المري وشعار بن شريم القادم بهذه اللحظات، ومن الجانب الاخر ارى الوصول. يا سلام، والتسللات الجميله، مقدام حمد بن علي بن راشد المري من ياتينا، ولكن راهي على الصدارة على المقدمة
مع الكيلومتر الاخير. راهي احمد بن محمد بن السهل راعي العوي العامري المنطلق على الصدارة على المقدمة. وجههم جههم جههم فهد بن طالب بن فيصل بن شريم المري من ينطلق بهذه اللحظات من الجانب الاخر. هناك بهذا الاداء يلا يا ابو طالب التحديات الوصول من مقدام 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 حمد بن علي بن راشد المري ايضا منطلق والقادم من الجانب الاخر. يا سلام بدأت التحديات بدأت الاثارة الوصول من مشعل هنا محمد بن مطر بن مطاع بن مطوع الاقتبي. يا سلام الله هنا ياتينا ايضا هنا ياتينا مناصي الخزع من احمد بن خزع العامري ولكن هنا الصدارة الصدارة الصدارة. يا سلام التحدي 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 مشعل مشعل من انطلق على الصدارة على المقدمة على المركز الأول محمد بن مطر بن مطوع الاكتبي من انطلق على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط ينطلق. ولكن هنا التحديات مع جهام جهام فهد بن طالب بن فيصل المري ولكن سلام السلام لأهالي الهير السلام لأهالي الهير. شكرا يا علي على هذا الأداء المميز الجميل. علي المدهوشي يقدمه ايضا تهانينا على فوز مشغل لمحمد بن مطر بن مطوع الكبير على هذا الاداء المميز. المركز الثاني جهام من اتانا لفهد بن طالب بن فيصل الفيدة المري. وعلى المركز الثالث من وصلنا مشاهدينا الكرام راهي على المركز الثالث لأحمد بن محمد بن السهيل بن راعي العوية العامري. وعلى المركز الرابع مشاهدينا ومتابعينا الكرام كان من نصيب مقدام حمد بن علي بن راشد المري. وفي المركز الخامس مشاهدينا الكرام كان من نصيب الموقف محمد بن مبارك بن محمد بن جهويل المري. تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز الجميل بهذه الانطلاقات الجميلة والتحديات والإثارة مشاهدينا الكرام. نعود هنا إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول مشاهدينا ومتابعينا الكرام هنا أيضا مشغل تهانينا وناموس محمد بن مطر بن مطوع بن هاجل لاقتبي على هذا الفوز المميز الجميل وتوقيته الزمني ولحظة الوصول 6 دقائق و25 ثانية وأيضا 8 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز الجميل. المركز الثاني كان من نصيب جهام فهد بن طالب بن فيصل الفيدة المري. شكرا يا راشد يا بن شريم. وقطع المسافة في 6 دقائق 20 ثانية و25 ثانية و9 من الأجزاء من الثانية في هذا الانطلاق المميز الجميل. بينما المركز الثالث مشاهدينا الكرام كان هناك التسلل من راهي من وصل على المركز الثالث بهذا الانطلاق المميز الجميل قاطع المسافة في 6 دقائق 27 ثانية وأيضا 8 من الأجزاء من الثانية. تهانينا لأحمد بن محمد بن السهيل بن راعي العوية العامري. تهانينا والناموس للجميع.